السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة أم إخلاص. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله وفي أحسن الأحوال. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال الخبز المعوي أو المخنفر. هذه الوصفة هذه كتجي غزالة وكيجي المخنفر خفيف ورطب. كنتمنى أنكم تتبعوا معي المراحل باش تنجح لكم 100%. غادي نحتاج هنايا 3 الكيسان ديال الفورص سبيسيال بالعبار ديال الكاس. غادي نحتاج كذلك كاس ديال الفينو. عندي هنايا الملح على حسب الذوق، بيضة كاملة، معلقة ديال السكر سنيدة، معلقة ونص صغار ديال الخميرة ديال الدار، حبوب، وعندي هنا خميرة كيماوية وحدة. وغادي نحتاج الماء الدافئ باش غادي نجمع العجين ان شاء الله. غادي نبداو في التحضير. غادي ناخذ واحد الاناء هو فاش غادي نمزج المكونات ديالي. غادي نوضع الطحين ديال الفورص على هاد الشكل هذا. غادي نضيف له الكاس ديال الفينو، كذلك غادي ندير الملحه، الملحه كتبقى على حسب الذوق. غادي نضيف سكر سنيده معلقه كبيره، خميره ديال الدار او الخميره الحبوب معلقه ونصف. غادي نضيف كذلك خميره كيماويه واحده، غادي نحاول انني نمزج هاد المكونات كما كتلاحظوا. في هاد الاثناء هادي غادي نضيف بيضة كاملة. على هاد الشكل هذا. وغادي نحركهم مزيان حتى يمتزجوا لي جيدا. وغادي نبدا نضيف الماء. شيئا فشيئا حتى كتجمع لي العجين. بالنسبة للعجين ديال المخنفر هنا ما كتكونش خفيفة بحال البغرير، انما كتكون ثقيله شويه، ما كنخليوهاش خفيفه كما كنعجنوا البغرير. يعني الماء هنايا خصك يكون على حساب الطحين، بعض المرات كيكون تيشرب، يعني ما كنقدروش نحدد كميه الماء اللي غادي نستعمله. وغادي نستمر حتى نجمع العجين. اذا العجين بعد ما جمعتها ومزج جميع المكونات كتجيني لهذا الشكل هذا، يعني كتبان لك انها ثقيله ماشي خفيفه. في هذه الاثناء غادي ندوزها في مولينيكس ونطلقاو ان شاء الله. الخليط ديالي من بعد ما دوزته في مولينيكس كيجي على هذا الشكل هذا، انتم كما كتشوفوا. غادي نخليه في هذه الاثناء، غادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليه يخمر لمدة ساعة تقريبا. خاصو يخمر لينا مزيان باش يجينا مزيان ويجينا خفيف. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يخمر. اذا الخليط ديالنا من بعد ما خمر كيجي على هذا الشكل هذا، كنحاول انني
نحركه باش نخرج منه هذاك البرد او الريح على الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غادي نحتاج واحد المقله اللي تكون ما كتلصقش، وغادي نحتاج واحد الشتاء والزيت النباتي باش غادي ندهن المقله ان شاء الله، وغادي نبداو في الطهي. اذا كناخذ المقله كنوضعها فوق البوطه حتى كتسخن مزيان، كنأكد بان العافيه خاصها تكون مهيله باش ما يتحرقش لينا. اذا غادي نبدا ان شاء الله، غادي ندهن المقله ديالي بالقليل من الزيت النباتيه على هذا الشكل هذا. وغادي نوضع تقريبا مغرفه ونص بحكم المقله عندي انا صغيره ماشي كبيره باش ما يجيناش غليظ بزاف. اذا تقريبا مغرفه ونص على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. كونوا على يقين ان هذا المخنفر كيجي غزال وكيجي لذيذ، وانا شخصيا كنفضله على البغرير. اذا غادي نلاحظوا بانه بدا كينشف من الجناب، يعني بدا كيطيب. كما كتلاحظوا ها هو بدا كينشف من الجناب. كنحاول انني نشوف يعني باش ما يتحرقش ليا. ديجا راه البوطه مهيله. وقبل ما نقلبها كنحاول انني نرشها بالقليل من الزيت كما كتشوفوا باش يجينا محمر من جهتين بزوج. دونك غادي نحاول انني نقلبها في هذه الاثناء هذه غير بالمهل حتى كنقادها في المقلة. كما كتشوفها كما كيجي المنظر ديالها جميل وكتجي محمرة. كان مرة كنحركها باش تحمر ليا من مزيان. هو راه دغيا كيطيب يعني ما كياخذش لنا وقت كثير في الحين كيوجد. وغادي نستمر على الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي.
اذا المخنفر او الخبز المقاوي من بعد ما كيطيب كيجي على هذا الشكل هذا، كندهنو بالقليل من العسل، لكم الاختيار تقدر تخلوه ناشف. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش ليا بالاراء ديالكم. بالصحه والراحه.